انا بنتي عشان انا يعني مخلفاها بدري يعني كنت صغيره انا في السن، فكانت مره وفي ناس وبتاع مش عارفه ايه، فكنت بعمل عمره وهي واقفه جنبي، فالحجاب بيكبر زياده يعني بنتي كانت في الحجاب شكلها اكبر، فواقفه انا هي، فالناس جم قالوا لي إيه مش عارفه بيسلموا عليها ودي اختك، فانا ايه فببص لها كده فهي بتبص لي كده اللي هو ايه فراحت هي بنتها لحظه بتكونوا شاخدين بالكم، فراح هي الناس بصت لي بنتها بنتك ده انت كبيره قوي عارفه فاهمه قصدي ايه، فخلاص بقى فهي كانت تيجي واحنا ماشيين تقول لي ماما انا مش ماما اسكتي فاهمه بخبيها بقى يعني لا لا ربنا يحميك. لا ياسمين مش معقده خالص، بالعكس هي هقول لكم هي ليه مش بتنزل صور ابنها وبنتها، عشان وده حقهم ان هي تحافظ على خصوصيتهم، انما مش في فكره ان عايزه تصغر نفسها خالص، هي اصلا صغيره. في حد معانا مداخله تليفونيه؟ لا انت اللي تقولي المكالمه ليكي. الو الو مين؟ ياسمين اختك دي جاية دي جاية تضايقك هنا دي جاية تضايقك ياسمين مش عايزين فضايح ها؟ حاضر حاضر فكري قبل ما تقولي حاجة ها فكري حاضر حاضر ياسمين ازيك ياسمين؟ أنا مبسوطة جدا أنا بسمع صوتك وأنتي معانا. شكرا شكرا ازي حضرتك؟ الحمد لله يا ياسمين. دلوقتي هي ماما شقية في البيت زي ما هي على الشاشة كده؟ بس لا ماما جميلة، لا ماما جميلة ايوه كده برافو استمري على كده. انت شكلك يعني لا يا حبيبتي قولي ما تخافيش، قولي ما تخافيش قولي. لا هي ماما زي ما بتشوفيها كده في الدادادودي وفي ابو شنب وفي الانسه مامي وكل حاجه، ماما كده في البيت، ماما بتضحك في الحقيقه زي ما بتضحك في الافلام. طب قولي لي الاكشن اللي بتعمله ماما في البيت ايه؟ يعني اكشن بتكون مثلا بتزعق لكم ولا بتعبر عن نفسها؟ قولي. لا احنا طبعا بنسمع كلام فما بنزعق لناس كتير، ف مش مصدقاكي خالص. هو شايفاني؟ لا انتوا ولاد مؤدبين وماما زي النسمه، الكلام ده كله كذب في كذب طبعا. كذب في كذب. كذب يا ياسمين. لا وفي البيت بنقول ايه؟ ياسمين عبد العزيز وياسمين ايه؟ الصغيرة. صغيرة؟ ياسمين الكبيرة وياسمين صغيرة وياسمين عبد العزيز وياسمين حلاوة. صح، ما احنا في لخبطة ساعات في البيت لما حد بينادي ياسمين. ياسمين حلاوة، ياسمين الصغيرة، بنت ياسمين عبد العزيز، انا عارفة ماما بتحبك قد ايه، عارفة كويس جدا، ربنا يخليكي لها ويخلي ماما ليكي ويهنيكي يا رب.